هاي أنا هيا، أهلا وسهلا فيكم في كيتشن هوتلاين. سؤالنا النهاردة بيقول إزاي نعمل كيك في أسرع طريقة، وطريقتنا النهاردة هتاخد بس منا 40 ثانية في المايكرويف. أول حاجة هنجيب أوريو، وهنكسرهم، هنجيب لبن، هنحط مع الأربع حبات الأوريو 3 معالق لبن، هيكون شكله عامل كده، وده هيكون شكله بعد ما نطلعه من المايكروويف عشان أورجيكم من جوه. واو تحفة.